لو الحكاية فيها إن فيديو اختراع شفته أو سمعته عنده في أي بلد ونفسك تطبق عندنا هنا في مصر؟ والله اختراع العربيات الذكية اللي هي العربيات اللي بالعقل الإلكتروني، بس أنا شايف برضو مش هتتطبق. الناس هنا محتاجة يعني محتاجة دراية وتنظيف مخ، محتاجة حاجات كتير قوي بصراحة. الشعب ده مش هينفع معاه حاجة غير حاجة واحدة بس، قنبلة زي بتاعت هيروشيما تفجروا ونبتدي على نظافة من جديد. مش في ذهن اختراع، بس انا شفت حاجات كتير عجبتني بقى ونفسي تبقى بلدنا، زي ما قلت حضرتك النظافة والنظام ومواعيدهم مظبوطة جدا جدا، يعني ما فيش تعالي بكرة تعالي بعده، يعني يقولي تعالي بعد شهر بس اروح الاقي الحاجة موجودة، مش تعالي بعد شوية لا لسه لا لسه ما اتعملتش لا لا. دي برضو حاجة هنا في مصر بصراحة عدم انضباط المواعيد حاجة صعبة. انك تتحكمي في البيت من خلال الانترنت وانت بره، يعني دي اكتر حاجة لفتت نظري، بس ان انا ببقى بره وبقدر اتحكم في اي حاجة انا عايزاها. طب تفتكر لو الحاجة دي موجودة في مصر عندنا المصريين هيتعاملوا معاها ازاي؟ لا هو احنا هنواجه مشكلة في البداية يعني، لكن تمام عادي هنتعامل معاها زي ما نتعامل مع اي اختراع جديد يعني، بس هتكون مفيدة اكيد، هتريحنا في حاجات كتير. هو تقريبا كان في اختراع في الصين تقريبا، يعني هي حاطة في المقاعد اللي في محطات الانتظار زي بدلات، دي بتولد طاقة بتشغل عواميد الإنارة اللي في الشارع، فلو انت كده كده احنا طول ما احنا قاعدين احنا شعب مؤذي بيحب يلعب في اي حاجة، فانت هتستغلي وقتك وانت قاعدة هتعملي اي حاجة، بس هتبقي بتعملي حاجة مفيدة، انت كده كده قاعدة مش بتعملي حاجة. بس هو عامة مش اختراع قوي، بس هي فكرة، هي فكرة كويسة ان الناس بتشير الرايد بتاعتها، اللي هي ان انت تركب مع حد وتشير معاه مثلا التوصيلة بتاعتك او المشوار بتاعك، فده حاجة كويسة اولا، يعني هي هتقلل من الازدحام وهتقلل من الزيادة السكانية والكلام ده كله.